فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول امرأة ترى علامات الطهر من الحيض وتغتسل وتصلي، وبعد مرور يوم وليلة يرجع عندها الدم، فهل هذا الذي يرجع يعتبر من الحيض؟ إذا كانت رأت علامة الطهر الواضحة النشاف تام النشاف التام، أو رأت القصة البيضاء واغتسلت ثم جاءها دم بعدها فلا تعتبره شيئا، لا تعتبره شيئا. أما إذا كانت لا ما تأكدت من انقطاع الدم، استعجلت ولا تأكدت من انقطاع الدم، فإنها تعتبره حيضا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.